عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخباركم؟ كيف دايرين؟ لاباس؟ جيت تتمة ديال الحلقة اللي شت فيها الجين اللي كنت طالعة على البالكون وكانت تفات المغرب المرة التانية. ديك الدار اللي كان كانوا فيها الحمد لله غير مسلمين، مكانش فيها شي حاجة تتأذي ولا شي حاجة، الحمد لله. عمرني ما فعلا شفت بزاف د الحوايج، ولكن ديك الشي اللي طرا ليا، ديك الخلعة اللي جاتني مني مسك فيها قلبي، هذا في المولانا. ولا تلاحيت من البالكون، هذا في المولانا الحمد لله. ديك الخلعة تتوقف الدماغ، ما باقي دات كل شي دي تتسح ليك من دماغك، كل شي. من بعدها رجلي سافر، وانا حيت كان رجلي كانت يسافر تنجيب ولادي حدايا تنعزهم معايا في البيت. ما عارفش داك النهار كي طرا ليا، ما عارفش كيف طرا ليا انني ما جبتهمش حدايا، ما نعزتهمش حدايا. المشكل هو انني ما كنتش خايفة، الراجل قاعد حدا رجليا بحال هاديك الشي كحلو بيض، شي باللوان بحال كحلو بيض، تتشوفي داك الشي شي باللوان. تانا دوي انا وياه وما خايفاش الحمد لله، سلام قولا من رب الرحيم. تندوي انا وياه كنهضرو، اشنو تنقول الله عالم، شنو تنقولو الله اعلم. وانا باقي صورتو بين عينيا، باقي صورتو بين عينيا معايا. وديك الشي بحال ياك حلو بيد، بحال دوك فلانة الخليل اللي تشوف غير بحال شكل الخيال، ولكن هو بديك الحيوة، ديك الحيوة صغيرة ديك اللي فيها الموستاش ودايرة على الدقن وطويل، زعما ماشي سلام القول من رب الرحيم. يا ربي الحمد لله. وكنا كنهضرو على اشنو كنا كنقول الله اعلم، الله اعلى واعلم، الله اعلى واعلم. هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تنشوف حالة ديالي، ولكن انا ما عمرني ما كنتش ندخل نقرا، ولا ندخل نقرا دوك الكتوبه دوك اللي فيهم داكشي الطبيع وداكشي ديال لازم. الحمد لله كنت عاطيه الثقه، تدوز ليا الحاجه تان مرض تان طرا ليا ولا تان تجيني سخانه ولا سميتو، الحمد لله داكشي تيدوز. هذا من فضل مولانا الحمد لله يا رب، هذا من فضل ربي يا رب. سلام القول من ربي الرحيم. بعيدة تنجبانا ويا. المهم واحد السيد، هو واحد السيد هو تيدير ديك الرقية الشرعية، ولا ما تيدير مع تخت زناتي ولا الله اعلم واحد الحاج يقول له حاج ما عرفت. كيتنا تلاقينا مع الغد لي، هو اللي كان طرد لي اللي كانت مشات السيدة قالت لك يلاه معايا، مشات السيدة قالت لك بغات تسرع ويسرعها، ومشيت معها حتى وليت انا اللي طاري ليا المشكل. هو يقول لي هو كانه ما تذكرنيش ولا تذكرني الله اعلم، هو يقول لي بيتها مع الشريف، بيتها تتوي مع الشريف. انا هز في عينيا ونلقى هو كي ايه كي راه بيت تتوي مع واحد الراجل نقصتو انا تو كي دايرك. قالك جاك فيه اخرى مشيت تقيلي ديالتو، المهم انا صرت نشرح له هو كي داير وكي داير. هذا ضربتني التوكيدة في الليل، المهم مازال ما نزل غد ليه، مازال انا جريت للغد ليه تلقى ضربتني التوكيدة. انا ما كنتش مش ناعسة ولا فايقة ولا الله اعلم، تلقى لقيت فاش داكشي تهز من حدا رجليا فقت انا
بحال تقط. وفعلا كان بنادم حدا رجليا قاعد، كان حدايا قاعد. وفعلا كنا تنهضرو، هو اللي فيقني، هو ديك التكعيبة اللي ورك على المضربة حدا رجليا. هذيك الوقيتة انا فقت، انا تقط. الحمد لله، هذا من فضل ربي، سلام قولا من ربي الرحيم، سلام قولا من ربي الرحيم. الحمد لله يا ربي. هاتي فاش غدي الصباح تلاقيت هو يقول لي راه هذاك راه الشريف، باش عرفتو انه هذاك راه قالك الشريف؟ الله لا اعلم. قلت لي ها كيف كاين وها كيف داير وها كيف داير. قال لي لا، هو راه جاك في شكل اخر، ماشي هذيك سميتو. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى يرضى. الحمد لله. نعاود لكم القصة ديال المشة ديالتي، ولكن حتى الغدا ان شاء الله خلعتني البارح بزاف. سلام عليكم.